بكم مشاهدينا إلى نشرة التاسعة من ليبيا الأحرار، والبداية بأبرز العناوين. سقوط قتلى وجرحى جراء تجدد الاشتباكات صباح اليوم في سبها، والسراج يصدر تعليمات بدعم اللواء السادس لتأمين الجنوب. إغلاق طريق الهواري ومفترق حي الدولار في بنغازي اليوم الثلاثاء، وعودة الاتصالات بعد انقطاع دام ساعات. منظمة الهجرة تقول إن نحو 2000 من أهالي تورغ ما زالوا نازحين، والنواب يشكل لجنة لمتابعة أوضاعهم. وفي الاقتصادية تتابعون. عودة الحياة إلى شركة النقل السريع الظهرة بعد تعثر دام 7 سنوات. أما في أخبار الرياضة، الاتحاد يلاقي أكوا يونايتد النيجيري في ذهاب الدور 32 من كأس الكونفدرالية. أفاد الناطق باسم مركز سبها الطبي أسامة الوافي بمقتل 3 أشخاص وجرح 20 آخرين نتيجة تجدد الاشتباكات بمحيط مقر كتيبة شهداء سبها. وقال الوافي في تصريح خاص لقناة ليبيا الأحرار إن من بين القتلى طفلتين نتيجة إصابتهما بشظايا جراء الاشتباكات، مضيفا أن عسكريا توفي والآخر متأثرا بجراحه بعد إصابة تعرض لها جراء تجدد الاشتباكات صباح اليوم. هذا وأصدر رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش فايز السراج تعليماته باتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم اللواء السادس وحماية الجنوب وتأمينه. هذا وكانت الاشتباكات قد تجددت في مدينة سبها فجر الثلاثاء عقب هجوم مسلحين على مقر كتيبة شهداء سبها الواقعة بمنطقة الناصرية. سبها من جديد على صفيح ساخن بعد تجدد الاشتباكات في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء، رغم الهدوء النسبي الذي شهدته المدينة خلال اليومين الماضيين. الاشتباكات تجددت بعد هجوم شنته مجموعة مسلحة على مقر كتيبة شهداء سبها الواقعة بمنطقة الناصرية، استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة والدبابات في اشتباكات تطابقت المصادر على وصفها بالأعنف منذ بدء التوترات الأمنية بالجنوب. وجاءت الاشتباكات بعد ساعات من إعلان قوات الكرامة الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار ورفع الغطاء الاجتماعي عن أي أجسام قبلية تحتكم للسلاح، وذلك عقب سلسلة اجتماعات عقدها آمر غرفة عمليات القوات الجوية التابع لعملية الكرامة محمد المنفور مع عدد من أعيان ومشايخ المنطقة الجنوبية. وفي أول رد فعل للمجلس البلدي سبها حول تجدد الاشتباكات، استنكر عضو المجلس البلدي غضفي أبو سعد في تصريح خاص لقناة ليبيا الأحرار التصعيد العسكري من قبل من وصفهم بالمسلحين الأجانب في محاولة منهم للسيطرة على مقرات عسكرية تابعة للدولة حسب قوله. من جهته أبدى الناطق باسم مجلس حكماء سبها حسن الرقيق لقناة ليبيا الأحرار أبدى استغرابه من بدء الاشتباكات بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته قوات الكرامة، مطالبا الدولة بالتدخل الفوري لفرض الأمن بالجنوب حسب وصفه. تطور جديد في المشهد الميداني بسبها بعد الانتقال المفاجئ للمعارك من محيط اللواء السادس مشاة إلى مقر كتيبة شهداء سبها إحدى الكتائب المشاركة في عملية البنيان المرصوص وتحولها لحرب شوارع بمنطقتي الناصرية والحجارة، وسط مخاوف من توسع رقعة الاشتباكات في عدة مواقع بالمدينة. ونبقى في سبها، حيث أوضح مدير لجنة الأزمة بغرفة الطوارئ الصحية بالمدينة سالم بشير أوضح وجود نقص في أخصائي جراحة الأوعية الدموية. هذا وناشد بشير كافة الزائرين للمركز تهدئة الوضع وإفساح المجال للعناصر الطبية والطبية المساعدة في قسم الطوارئ لكي تتمكن من تقديم الخدمات العاجلة للجرحى. أوضاع حرجة يمر بها مركز سبها الطبي، خاصة مع تجدد الاشتباكات بمحيط مقر كتيبة شهداء سبها في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء،
مخلفة عددا من القتلى والجرحى استقبلهم المركز بحسب ما أفاد به الناطق باسم مركز سبها الطبي أسامة الوافي، الذي أكد وجود حالات خطرة اضطر المركز إلى تحويلها للعاصمة طرابلس. بدوره أشار مدير لجنة الأزمة بغرفة الطوارئ الصحية في سبها سالم بشير إلى وجود نقص في إخصائيي جراحة الأوعية الدموية. الحقيقة عندنا هنا في المستشفى هنا أخصائي جراحة أوعية دموية، لكن نستحقه لأكثر من أخصائي. النقص الوحيد أن نستحقه أكثر من أخصائي جراحة أوعية دموية. كما ناشد القائمون على المركز الذي يعتمد عليه أهل الجنوب كافة تهدئة الوضع وإفساح المجال للعناصر الطبية والطبية المساعدة في قسم الطوارئ لكي تتمكن من تقديم الخدمات العاجلة للجرحى. المدنيين يحاولوا يهدوا الوضع يعني بشكل بحيث المستشفى يخدم بشكل مهني وتقني أفضل. المدنيين وقت الحالة أول ما توصل الحالة يبدو دايرين زحمة. الزحمة هي مفروض يتبرعوا بدم، يشوفوا نظرات المجتمع المدني كيف يحاولوا ينبهوا المدنيين من أماكن تساقط الهاونات. وضع المركز لم يكن خافيا على وزارة الصحة بحكومة الوفاق التي أعلنت عن تجهيز 10 سيارات إغاثة تحمل أدوية ولوازم طبية ستصل إلى سبها صباح الأربعاء. جاء ذلك في اجتماع وصفه وكيل وزارة الصحة محمد هيثم بالاستثنائي بعد تعليمات أصدرها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن رفع درجة الاستعداد لتوفير كافة الاحتياجات الصحية. تطورات تأتي عقب ساعات من تأكيد رئيس لجنة القوافل الطبية أشرف بورقيبة إرسال قافلة تضم 13 طبيباً إلى مركز سبها الطبي في خطوة منهم لمساندة المركز الذي ما زال يقدم خدماته رغم انخفاض نسبة العناصر الطبية العاملة فيه إلى 13% فقط من إجمالي عناصره. ينضم إلينا عبر الهاتف من سبها الناطق باسم مجلس حكماء المدينة حسن أرقيق. أهلا بك سيد حسن، يعني اشتباكات جديدة، ضحايا جدد من المدنيين، من يتحمل مسؤولية استمرار الصراع كل هذه الفترة وعدم الوصول إلى توافق إلى حد الآن؟ السلام عليكم ورحمة الله. يتحمل هو الساسة الذين قسموا البلاد أشطار، يتحمله البرلمان، يتحمله الرئاسي، يتحمله إن كانت هناك تلك الحكومات المتعددة والمتناثرة هي من تحمل ذلك. لكن نحن لا نلوم بالدرجة الأولى، نلوم على المجلس الرئاسي باعتباره هو السلطة الشرعية في الدول المتحدة في العالم وهو الذي لديه تحته الإمكانيات. نعم في سياق حديثك عن الساسة وأيضا عن المجلس الرئاسي، حزمة الإجراءات التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، إلى أي مدى تعتقد أنه من شأنها إيقاف حالة الاقتتال إن صح تسميتها بذلك التي تعيشها المدينة؟ إذا 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 تم تنفيذ ما وعد به وما صرح به أن هناك قوة مشتركة سوف تدخل وتحافظ، وكما سماها تلك الحملة حملة بناء القانون في الجنوب، فذلك هو الأحسن وهو السبيل، لأن الناس تتقاتل بعضها البعض وتموت ولا فائدة لأحد حتى لو فنيت، يعني العنف يولد عنف آخر، ويعيش الأبرياء في محرقة زي ما عايشين اليوم. اليوم 30 يوم يا سيدتي وأكثر نعيش في هذه المأساة، لكن الرئاسي لماذا لم يتحرك مبكرا؟ لكن في النهاية أن تأتي خير ما لا تأتي. طيب، نحن نريد شيء على الأرض. نعم. طب أنتم كمجلس حكماء المدينة، ما هو دوركم أو الدور الذي ربما يمكن أن تلعبوه في هذه الأزمة لمحاولة حلها؟ سيدتي نحن لا نتدخل في الجيش والشرطة، نحن مع أبناء الجيش والشرطة ولا نتدخل في المعسكرات، لكن من ناحية الاجتماعية إذا كان هو أسباب، يعني إذا كان هذه الأمور هناك من يدعي أنها أسباب اجتماعية فهو هذا غير صحيح، لكن نحن نستطيع إذا كان هناك مشاكل اجتماعية بين أي طائفة أخرى ليبيين في بعضهم البعض نستطيع أن نحل هذه المشكلة وندل الصعاب ونحاول، وليس هناك أي حل إلا وجود قوة من الدولة الرسمية تصب هذا الاشتباك وإبعاد الناس، ثم المسلحين الذين بين شين وآخر يدفعون بأنفسهم إلى أسوار الكتائب المسلحة عليهم الابتعاد كثيرا،
والرجوع لمواقعهم وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. لكن بهذا الحال لا دولة تحمي، كانت مشاكل في السابق، ولكن كانت هناك قوات تتدخل حتى لو كانت طرحة في ذلك الوقت اجتماعي وقبل يصرف. لكن اليوم تغيرت الأوضاع، نحن لا ندري بصراحة. أنا ما زلت وجدت استغرابي، نحن لا ندري لماذا الدولة سواء كانت في الشرق والغرب تتفرج على هذه المحرقة التي يحرق بها أبناء، هذه النار التي يحرق بها أبناء جنوب بعضهم بعض، لماذا لا أدري. ولماذا هناك بالتأكيد يعني لابد أن هناك طرف ثالث يغذي في هذه المعركة ويشترك في هذه المنشوبات العسكرية. هذا شيء ليس بالوهم وليس بالظن لكن بإثبات. وأنا أكرر استغراب الذي قلته في الصباح، لماذا اليوم ولماذا في الصباح ولماذا يكون الهجوم الساعة 5 بعد أن انفض اجتماع بالأمس في قاعة براك بين السيد أمين السياحة الجوي والآخرين؟ شكرا لك السيد حسن الرقيق الناطق باسم مجلس حكماء سبها، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. وإلى بنغازي، حيث أفادت مصادر خاصة لقناة ليبيا الأحرار بإغلاق أفراد من قوات الصاعقة لطريق الهواري ومفترق حي الدولار الموصل إلى طريق المطار في بنغازي مساء اليوم الثلاثاء. هذا وكان محتجون قد أغلقوا طريق المطار من مفترق المساكن أمس الاثنين، وتزامن ذلك مع انقطاع شبكات الاتصالات لساعات متواصلة عن أغلب أحياء بنغازي. إغلاق بعض الشوارع الرئيسة في مدينة بنغازي مظهر من مظاهر الاحتجاج بات يتكرر بين الفينة والأخرى. وعلى الرغم من أن بنغازي ليست استثناء في هذا، إلا أن ذلك تزامن ليلة الاثنين مع انقطاع اتصالات شركتي ليبيانا والمدار لأكثر من 10 ساعات عن أحياء المدينة بحسب مصادر من بنغازي. الأجواء في عموم المدينة لم تشهد أي اشتباكات ولم تسمع أصوات إطلاق نار في الأحياء القريبة من أماكن المحتجين. ومن الجدير بالذكر أن محتجين من قوات الصاعقة في بنغازي أغلقوا بعض شوارع المدينة مطلع فبراير الماضي اعتراضا على توقيف آمر محاور الصاعقة محمود الورفلي، كما تكرر ذلك أيضا في النصف الثاني من شهر فبراير بإغلاق محتجين لطريق المطار وشوارع أخرى في بنغازي للمطالبة بالإفراج عن آمر محاور الصاعقة محمود الورفلي وإعادة ونيس بوخمادة لرئاسة الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى. مظاهر تتكرر في المدينة التي خرجت حديثا من المعارك، يرى مراقبون أنها تشير إلى الحاجة إلى تغليب المظاهر المدنية في أرجاء بنغازي. وللحديث أكثر عن الوضع داخل مدينة بنغازي ينضم إلينا عبر الهاتف من بنغازي الصحفي والباحث في مركز الأداء الاستراتيجي محمد سريط. أهلا وسهلا بك سيد سريط، بداية كيف هي الأوضاع الأمنية داخل مدينة بنغازي الآن؟ نعم أخي الكريم، أشكرك على هذه المقدمة. الأوضاع الأمنية والأوضاع المستقرة في مدينة بنغازي، هناك حالة اعتيادية لا يوجد مثلا كما حدث في بداية الأزمة وبداية المظاهرات في مطلع فبراير. نعم هناك في السابق كان غلق شوارع عديدة ومناطق عديدة بمدينة بنغازي، لكن في هذه الحالة هناك مظاهر الاحتجاج كانت محدودة في أماكن معينة وهو قريب من طريق المطار ومحيط مقر القوات الخاصة، تحديدا ما يعرف بمفرق مفترق المساكن وامتدادا إلى مقر القوات الخاصة أو ما بعده بقليل، أي مسافة أقل من كيلو. ولكن داخل المدينة وفي أجواءها في أحيائها وفي شوارعها الرئيسية كذا هناك أجواء اعتيادية، لا يوجد أي مظهر مظهر الإفلات الأمني كما حدث في السابق. ولكن منذ قليل كنت متواجد، ذهبت بسيارتي إلى مرافق مفرق الليتي، وجدت هناك بعض المجموعات، بعض الأشخاص المحتجين الذين يغلقون مفرق الليتي بامتدادا إلى مفرق القوات الخاصة. نعم. أعتقد في قراءة شخصية بعد إذنك أن الآن هذا التكرر أو تكرر التوتر الأمني داخل مدينة بنغازي بسبب أو بحجة تسليم أو تسل أو تسليم نفسه محمود قسلي إلى الجهات المسؤولة تكرر إلى 3 مرات، أعتقد يجب أن تكون هناك صيغة مرضية للجميع
الاطراف، والا ان هناك ان هذه المجموعات اثبتت قوت على المساهمه في العبث من الناحيه الامنيه ومن ناحيه الاجواء الامنيه التي يفترض ان تعيشها مدينه محمد، خاصه ان الجنيه الدوليه اصدرت حكم او اصدرت المطالبه بسليم محمود الفلي، ورافقها ايضا قرار الانتربول والشرطه الدوليه واصدار البطاقه الحمراء، وتعني ان عدم تسليم محمود الفلي هو تستر او 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 عرق. نعم، في المقابل يعني خرج الحاكم العسكري لدرنا من درنا الى بن جواد عبد الرازق النظوري واوضح انهم لن يسلموا اي فرد من قواتهم او ضابط عسكري لاي جهه دوليه، وانهم سيطبقون القانون داخل الدوله الليبيه. سؤالي محمد، اليوم المؤسسات العامه داخل بنغازي، المدارس، هل عملت بشكل طبيعي كلها؟ وهل الشوارع مفرق المساكن وأيضا شارع طريق المطار الموجود فيه القوات الخاصة هل تم افتتاحها الآن وحركة السيارات طبيعية؟ تحديدا المدارس هناك عطل نصف السنة، فبالتالي المدارس بالكامل معطلة، ليست بسبب الاحتجاجات أو ما إلى ذلك ولكن بسبب العطلة، ولكن الأجواء كما قلت لك داخل المدينة باستثناء محيط مقر القوات الخاصة والمطار الأجواء عامة، هناك ناس تذهب إلى الأعمال وتذهب إلى الأسواق وتتبضع وما إلى ذلك، لا يوجد مثلا أي مؤشر على أن هناك حالة من العزوف الخروج الناس أو هناك شيء يؤثر على المشهد الأمني، باستثناء كما قلت لك من مفرق الليتي أو مفطر طرق الليت منطقة الليتي إلى بعد القوات الخاصة، أي تقريبا أقل من كيلو. هذه المنطقة وهذا الشارع الكبير الرئيسي هو الذي يشهد التوتر. بالأمس في الليل تحديدا مع الساعة 10 ليلا هناك بعض عمل الشغب من حرق الإطارات وأغراض الطرق وإضرام النار في عدد كثير من النفايات بمنطقة شبنة امتدادا إلى منطقة المساكن، ولكن الآن عند طلوع الصباح تم السيطرة أو تم إنهاء أو إبعاد أو إزالة هذه المظاهر. الحياة شبه اعتيادية بنسبة أكثر من 85% باستثناء كما قلت لك هذه الرقعة وهذا المنطقة، فبالتالي أنا عندما تكلمت مدري لو في إمكانية يجب إيجاد صيغة توافقية مع المحتجين الذين أثبتوا فعلا أنهم أفهم من كلامك محمد أن الطريق أفهم من ذلك أن الطريق من مفرق الليثي مرورا بمفترق المساكن وحتى ما بعد معسكر الصاعقة في طريق المطار هي ما تزال مغلقة الآن. طيب، هل هناك أي بيانات أو تصريحات صادرة من قبل الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي والتي يترأسها الآن عبد الرازق النظوري بخصوص ما حصل ليلة البارحة، وهو أمر مكرر، خروج بعض المسلحين يقومون بحرق إطارات وأيضا إغلاق بعض الشوارع الرئيسة داخل المدينة؟ نعم، حسب ما فهمت من سؤالك هناك بعض المصادر التي نطلع عليها ونتابعها أكدت لنا أن هناك اتصالات واجتماعات تحدث الآن من أجل فض هذا الخلاف، فض هذا الحالة من التوتر. أيضا خرج عدد كبير من المسلمين بما فيهم مع لواء نصب خمادة ودانو، وأعلنوا أنهم المحتجين لا ينتمون إلى القوات الخاصة ومجموعات من الذين يرفضون قرار تسليم محمود الفلي، فبالتالي أبعد اللواء نصب خمادة صفة العسكرية عن هؤلاء من خلال هذا التصريح، وهذا يوضح على أن هناك مشاعي أو هناك محاولات لحصر هذه الأزمة أو هذه المعضلة أو كانت تسمية متعتها من أجل الخروج من كما قلت لك الخروج بشيقة توضح وتوافقية، لأن هناك نقطة خطيرة أن هؤلاء أثبتوا أن قدرتهم على العبث وجهة نظري أكررها العبث في المشهد الأمني، فبالتالي إيجاد حل نهائي ورادع لهذه المسألة التي تكررت أكثر من 3 مرات في أقل من شهر. نعم محمد، سؤال أخير، هل جرى تسجيل أي عمليات قبض في حق بعض الشخصيات أو النشطاء داخل بنغازي يوم أمس؟ إلى الآن فيما يخص هذه المسألة لا يوجد في تحديدا محل ليلة الأمس وهذا اليوم لا يوجد أنباء على اعتقالات وما إلى ذلك، لكن في السابق كان هناك في المحاولة الأولى والمحاولة الثانية كان هناك بعض الإجراءات الأمنية خاصة عندما قتلت الفتاة الليبية التي فرحة أو زواجها قريب جدا يقال أنه في شهر 3 وكانت مارة بسيارتها وهي وأهلها وأصيبت بطلقة طائشة من جراء الاشتباكات أو من جراء أعمال العشوائية التي قام به بعض المتظاهرين.
الصحفي والباحث في مركز الأداء الاستراتيجي محمد صريط، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا ضيفا عبر الهاتف من داخل مدينة بنغازي. وإلى منطقة الهلال النفطي، حيث أعلن آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى مفتاح المقريف رفع درجة حالة التأهب والاستعداد في منطقة الهلال النفطي. هذا وقال المقريف في تصريح خاص لقناة ليبيا الأحرار إن حالة التأهب تأتي تخوفا من أي تحركات متوقعة للمجموعات الإرهابية، لاسيما عقب الاشتباكات الدائرة في المنطقة الجنوبية، مضيفا أن الأمور تسير بصورة طبيعية داخل الحقول النفطية، وذلك بحسب تعبيره. أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 2000 نازح من تاورغا ما زالوا ينتظرون العودة إلى ديارهم، منهم 437 عائلة في قرارة القطف و18 عائلة في هراوة، في الوقت الذي تؤكد فيه لجنة تنفيذ اتفاق مصرات تاورغا أعمالها لحل أزمة أهالي تاورغا. 455 عائلة نازحة من أهالي تاورغا بمنطقتي هراوة وقرارة القطف في انتظار العودة إلى مدينتهم بحسب المنظمة الدولية للهجرة. المنظمة الدولية أكدت في تقرير لها أن عدد الأطفال النازحين بلغ أكثر من 630 طفلا، موضحة أن عددا كبيرا من الأفراد من غير المصحوبين بذويهم موجودون في منطقة هراوة، وأن بعض العائلات ليس لها مأوى بسبب نقص عدد الخيام، مشيرة إلى أن بعض الخيام في قرارة القطف قد تم استبدالها بعد أن تضررت بسبب الأحوال الجوية. عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى قال إنه جرى التوافق خلال الجلسة التي عقدت الاثنين على مقترح يقضي بتشكيل لجنة خاصة من النواب لمتابعة أوضاع أهالي تاورغا بقرارة القطف، وأن من مهامها إجراء اتصالات ولقاءات مع البعثة الأممية والجهات المعنية بمدينة مصراتة والمجلس الرئاسي لتمكين أهالي تاورغا من العودة إلى ديارهم. أما رئيس لجنة تنفيذ اتفاق مصراتة تاورغا يوسف زرزاح، وفي تصريحه لقناة ليبيا الأحرار، فقد حمل المجلس الرئاسي مسؤولية تأخر تنفيذ الاتفاق، مؤكدا أنهم بانتظار تجاوب الرئاسي مع لجنة تنفيذ الاتفاق لعقد اجتماعات لحل أزمة تاورغا منذ نحو 10 أيام. كما أعرب الزرزاح عن أمله في انفراج الأزمة بصورة قريبة حال تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل. وبحسب عضو لجنة تنفيذ اتفاق تاورغا مصراتة عبد النبي أبو عرابة، فإن المباحثات ما تزال جارية مع لجنة مصراتة، وأنهم في حالة ترقب لتحديد موعد للجلوس مع اللجنة لدراسة العقبات ووضع تاريخ جديد للعودة، وصفا الوضع بالسيء وأن المساعدات مستمرة للأهالي من قبل المنظمات المحلية والدولية. بعرب أضاف أن مخيم قرارة القطف به 266 خيمة تحتوي الواحدة منها على أكثر من عائلة، في وقت تتشارك فيه العائلات 20 دورة مياه، مؤكدا شح مياه الشرب بسبب بعد المخيم عن مصادر المياه، في مشهد يأمل أهالي تاورغا أن ينتهي في أقرب وقت ليعودوا إلى ديارهم آمنين متجاورين مع مصراتة وأهلها. هذا وقال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى إنه جرى التوافق خلال الجلسة التي عقدت الاثنين على مقترح يقضي بتشكيل لجنة خاصة من النواب لمتابعة أوضاع أهالي تاورغا بقرارة القطف. وأوضح عبد المولى في تصريح للأحرار الاثنين أن من مهام اللجنة المزمع تشكيلها إجراء اتصالات ولقاءات مع البعثة الأممية والجهات المعنية بمدينة مصراتة والمجلس الرئاسي لتمكين أهالي تاورغا من العودة إلى ديارهم. كما أضاف عبد المولى أن النواب ناقشوا أيضا آلية اختيار رئيس لديوان المحاسبة، موضحا أن الجلسة شهدت مشادات كلامية بين عدد من النواب حول من يرى ضرورة انتخاب رئيس جديد أو استمرار الرئيس الحالي بتسيير الديوان بالمنطقة الشرقية إلى حين التوافق مع المجلس الأعلى للدولة لعدم تكرار ما حدث في انتخاب محافظ مصرف ليبيا المركزي محمد الشكري. مشاهدينا الكرام، نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل.
قلعة السرايا الحمراء بطرابلس تنظم ورشة فنية للجداريات مخصصة للأطفال. لا يمكن أن تكون هناك حجة طول المدة للحيلولة دون الاستفتاء. نحن الإعلان الدستوري وضعنا في طريق معقد جدا، ليس لأي شخص أن يحول دون الشعب الليبي والاستفتاء على مشروع الدستور وقول الكل. رحلة لجنة صياغة مشروع الدستور الليبي كيف كانت؟ ما العوائق التي واجهتها؟ وكيف انعكس واقع ليبيا السياسي على مهامها؟ مراحل عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في الجزء الأول من لقاء خاص مع عضو الهيئة الهادي بحمرة. لقاء خاص يأتيكم في الأوقات التالية. قتلى وجرحى جراء تجدد الاشتباكات صباح اليوم في سبها، والسراج يصدر تعليمات بدعم اللواء السادس لتأمين الجنوب. إغلاق طريق الهواري ومفترق حي الدولار في بنغازي اليوم الثلاثاء، وعودة الاتصالات بعد انقطاع دام ساعات. منظمة الهجرة تقول إن نحو 2000 من أهالي تاورغا ما زالوا نازحين، والنواب يشكل لجنة لمتابعة أوضاعهم. وصل الاثنين المواطن الليبي حسين الزعيط إلى مدينة الزاوية بعد غياب دام 8 أشهر بعد أن تمكن من مغادرة السعودية. وكان حسين الزعيط قد احتم بالقنصلية الليبية في جدة بعد مطالبة السلطات السعودية باعتقاله منتصف العام الماضي. قالت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء إن 21 مهاجراً أصبحوا في عداد المفقودين وربما غرقوا بعد أن أبحر قارب مطاطي وآخر خشبي من ليبيا إلى إيطاليا ما تطلب عملية إنقاذ. هذا وقال جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة في إفادة للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في جنيف إن 21 شخصا من المفقودين كانوا جميعا ضمن 51 على متن القارب الخشبي، وأن تقارير ذكرت أنه جرى العثور على جثتي رضيعين على القارب ليرتفع بذلك العدد المحتمل للقتلى إلى 23، مضيفا أنه تم إنقاذ كل من كانوا على متن القارب المطاطي والبالغ عددهم 132 شخصا. بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن سويحلي مع أعيان منطقة سهل جفار الأوضاع المعيشية في المنطقة وسبل تدليلها. وطالب الأعيان بحسب الصفحة الرسمية لمجلس الدولة بضرورة تعويض الأضرار التي لحقت بالمنطقة ضمن ميزانية العام الحالي، فضلا عن توفير الدعم اللوجستي لمديرية أمن الجفارة وتزويد مستشفى الزهراء العام بالأجهزة والإمكانيات الطبية. قال أمير الحرس الرئاسي اللواء نجم النكوع الاثنين إن الحرس الرئاسي ليس له أي توجه سياسي وأن أجندته الوحيدة هي الوطن ولا شيء غيره وفق تعبيره. وقال أو شدد النكوع خلال زيارة لمركز تدريب شهداء عين زارة في محاضرة ألقاها أمام منتسبي المركز، شدد على أهمية الانقياد التام للتعليمات وطاعة الأوامر الصادرة باعتبارها صمام أمان للجميع، مؤكدا التزامه بتوفير كل الاحتياجات التي يفتقر إليها المركز ودعمه لجهود طاقم التدريب من ضباط وضباط صف ومعلمين في إنجاح العملية التدريبية.
تعرضت مروحية إسعاف لإصابات بليغة إثر اصطدامها بعمود كهربائي أثناء هبوطها بمطار معيتيغا الدولي الاثنين. وأعلنت كتيبة أمن وحماية قاعدة طرابلس الجوية التابعة لرئاسة أركان القوات الجوية على صفحتها بفيسبوك، أعلنت أن قائد الطائرة ومرافقيه قد نجوا من حادثة الاصطدام وهم بصحة جيدة، يتلقون الفحوصات الطبية اللازمة بأحد مشافي العاصمة طرابلس. يتواصل هذه الأيام العمل في المنطقة الصناعية بمدينة البيضة في مشروع إعادة تأهيل خطوط الصرف الصحي وخطوط مياه الشرب وصيانة الطريق في نهاية امتداد شارع 7000. هذا ووصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 70% بعد أن تم استئناف العمل الذي بدأ منذ عام تقريبا. وأكد المهندس المشرف على المشروع يوسف بوسعدة أن إنجاز المشروع سيكون في غضون شهر، خاصة بعد انخفاض نسبة الأمطار مع نهاية فصل الشتاء. ونبقى في البيضة، حيث نظمت كلية الهندسة بجامعة عمر المختار بالبيضة على مدرجات الكلية نظمت حفلة تخرج الدفعة الثانية والعشرين للعام الجاري 2016-2017. وشهد الاحتفال إلقاء الكلمات التشجيعية من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس التي أثنت على مجهودات الطلاب. كما تخلل الاحتفال العديد من الفقرات الفنية والثقافية المتنوعة وسط أجواء السرور والفرح في حضور الطلاب الخريجين وأهاليهم. أما الآن مشاهدينا ننتقل معكم إلى أهم أخبارنا الاقتصادية مع الزميلة يارا جويدر. إليك يارا. شكرا لك خديجة. أهلا بكم مشاهدينا في أخبارنا الاقتصادية. عادت محطة الشركة العامة للنقل السريع الظهرة إلى العمل من جديد بعد أزمات متعاقبة منذ عام 2011 عرقلت سير خطوطها الداخلية بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد. التقرير التالي والتفاصيل. الحياة تعود إلى محطة الشركة العامة للنقل السريع التابعة لوزارة المواصلات بعد فترات ركود متقطعة لبعض خطوطها الداخلية نتيجة الاشتباكات المسلحة أو المشاكل الأمنية، حيث تعرضت بعض الحافلات للإتلاف وتم استغلال فضاءات المحطة كموقف لسيارات المواطنين. أنا واحد من اللي ترددوا على المحطة هذه، وكانت قبل يعني رحلاتها كانت منظمة شوية، كان يتوافدوا الناس، كان فيها مقهى وجبات شعبية وأكلات شعبية كانت للمسافرين، كانت الرحلة بتاعهم طريقهم آمنة، كانت موفقة مخففة السيولة، ما فيش كانت الزحمة هذه للركوب الخاصة والنقل الخاص. ست حافلات تمت صيانتها بمجهود ذاتي في الورشة الفنية التابعة للشركة المملوكة للدولة لتنضم إلى أسطول يضم اليوم 14 حافلة هي ما تبقى لدى الشركة لربط المدن والقرى الليبية برا وتخفيف العبء على المواطن، إذ تتراوح أسعار النقل ما بين 7 دينار إلى 50 دينارا كحد أقصى للرحلات الداخلية و70 دينارا لخط طرابلس تونس. تو الحمد لله بنغازي نسيروا شبه رحلة يومية، معناها الناس من الحمد لله بدت تسمع أن النقل السريع تمشي وتجي واحد بدو يتجهونا ويجونا، والحمد لله معناها نسيروا في طبرق بنغازي غدامس نالوت تونس، عندنا الخطوط الحمد لله. لانه احنا مشكلتنا الحاجه الوحيده ان في الحافلات عددها محدود، بمعنى الحافلات اللي هي عندنا حاليا اللي عندنا احنا هنا 14 حافله من طرابلس، وعندنا 6 حافلات في فرع بنغازي. 240 موظفا بالشركه العامه للنقل السريع يحاولون التغلب على العراقيل التي تواجه الشركه كتوقف المرتبات لاشهر طويله وصعوبه الحصول على وقود الديزل للحافلات وعدم كفاية الحافلات لتغطية كل الخطوط. وبعد عودة خطي طبرق وبنغازي يظل أملهم في تفعيل بقية الخطوط واجتياز كل الصعوبات. لقناة ليبيا الأحرار أحلام الكماشي طرابلس.
استأنف العمل بحقل الشرارة النفطي حيث بدأ بضخ 300 ألف برميل يوميا من الخام بعد إعادة فتحه إثر إغلاق استمر 24 ساعة، وذلك بحسب ما صرح به أحد مهندسي الحقل لوكالة رويترز. وتوقف حقل الشرارة بين يومي الأحد والاثنين بعدما أغلق مالك قطعة أرض صماما بخط أنابيب، ما تسبب في فقدان إنتاج نحو نصف مليون برميل حسب ما ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط التي تدير الحقل في شراكة مع ريبسول وتوتال وأو إم في وشتات أويل. الآن نلقي نظرة سريعة على أسعار النفط والمعادن الثمينة في السوق العالمية. ناقش مخاتير المحلات في بلدية غات المشاكل التي تواجه المواطن في غات، ومن أهمها مشكلة السيولة وتوزيعها على أو عن طريق المندوبين. كما تناول الاجتماع الذي جرى بحضور مدير شؤون المحلات بالبلدية سبل إعادة تشكيل لجنة الأزمة ومعالجة بعض القصور في أدائها داخل البلدية. يذكر أن غات تعيش منذ فترة ظروفا صعبة نتيجة النقص الحاد في السيولة النقدية وغلاء أسعار الوقود الذي لم يصل بدوره إلى البلدية منذ أكثر من 3 أشهر. تنادى مجموعة تنادوا مختارين محلات بالبلدية لمناقشة ومدارسة الأمور التي تخص المواطن، وأهمها مشاكل السيولة داخل البلدية وكيفية توزيعها وعملية ضبط كل مندوبين داخل المصارف سواء المصرف التجاري أو مصرف شمال إفريقيا. كشف مصرف الوحدة الثلاثاء عن وجود صفحة على موقع الفيسبوك تنتحل اسم المصرف وتقوم بأعمال النصب والاحتيال. المصرف بين في منشور له عبر صفحته الرسمية أن الصفحة تقوم بأعمال النصب والاحتيال على زبائن المصرف عبر رابط لموقع إلكتروني وهمي للمصرف، حيث تطلب منهم إدخال بيانات بطاقات الفيزا الدولية الخاصة بهم. ودعا المصرف الزبائن لعدم الاهتمام بأي أخبار أو روابط لا تنشر بالصفحة الرسمية للمصرف. قررت بلدية إجدابية الاثنين رفع حصة المخابز من الدقيق إلى 100 كيس لكل مخبز. وحسب ما أكدت وكالة الأنباء الليبية في البيضاء نقلا عن عميد بلدية إجدابية سعد العكوكي، فإن شحنة الدقيق التي تقرر توزيعها هي فائض متوفر بمخازن السلع التموينية من الحصص التي لم يتم صرفها بسبب عدم تقيد بعض المخابز بالشروط المفروضة وانعدام المعايير المطلوبة. إلى السوق الموازية، حيث أغلق الدولار الأمريكي تداولاته الثلاثاء مرتفعا مقابل الدينار عند مستوى 6 دنانير و63 درهما بنسبة ارتفاع بلغت 0.63%. وكان الدولار قد افتتح تداولاته مقابل الدينار عند مستوى 6 دنانير و53 درهما بنسبة ارتفاع بلغت 0.47%. الآن نستعرض معكم سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية. بهذا تنتهي أخبارنا الاقتصادية، وهذه عودة إلى الأخبار الرئيسية. إليكما محمد وخديجة. شكرا لكما. توحيدا لجهود الجامعات وكسرا لبعد المسافات، التقى ممثلو الجامعات الخمس الزاوية صبرات الزنتان غريان والإجفارة بمكتب التعاون الدولي بجامعة الزاوية. وتم خلال اللقاء الاتفاق على خطوات عملية تطبق على المدى القادم في جدولة أعمال أو أعمالهم لمعرفة الفترة الزمنية للعمل فيها بشكل فعلي بالمجال العلمي البحثي، متمنين أن تكون نواة لتكوين اتحاد للجامعات الليبية كافة، حيث أعرب القائمون على الملتقى أهمية الدور الثقافي والاجتماعي ودعم مبادرات السلام والمصالحات الذي سينجم عن هذه الملتقيات. اتفقنا على آلية عمل مشتركة، وهي أن تكون اللجنة تتم من خلالها التواصل
والحلحلة حتى في بعض مشاكل المجتمع التي يقع داخل نطاق جغرافية الجامعات. ونرسخ مبدأ أن نحن الجامعات متفقين ومتعاونين في المجال العلمي، ويجب أن نخرج إلى المساهمة في الجوانب الثقافية والاجتماعية الأخرى، وإن شاء الله كل الجامعات الخمس اتفقوا على أن تكون هناك أعمال مشتركة في جانب اللي هو السلام والاستقرار وتقديم البحوث والدراسات اللي من شأنها خدمة المجتمع. أما الآن مشاهدينا الكرام، فننتقل وإياكم إلى فقرتنا الرياضية مع الزميل عبد الحكيم الراشحي. عبد الحكيم، أهلا بك. أهلا محمد، وكذلك خديجة، أهلا بك. كيف هي استعدادات الاتحاد في الكونفدرالية؟ نعم، فريق الاتحاد يستعد غدا لاستضافة فريق أكوا يونايتد. نتعرف على تفاصيل أكثر محمد من خلال أخبار الرياضة وتقرير يرصد أجواء ما قبل المباراة في أخبار الرياضة مشاهدين التي نرحب بكم من خلالها. يلتقي فريق الاتحاد يوم غد ضيفه أكوا يونايتد النيجيري ضمن مباراة ذهاب الدور 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. المزيد مشاهدينا في سياق هذا التقرير، نتابع. يعود ممثل الكرة الليبية إفريقيا فريق الاتحاد للمواجهة من جديد عندما يلتقي أكوا يونايتد النيجيري في مباراة ذهاب الدور 32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي. المباراة التي ستقام بملعب الطيب المهيري بصفاقس في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت ليبيا، يسعى من خلالها الاتحاد لضمان ورقة العبور إلى الدور القادم من مباراة الذهاب أمام الفريق النيجيري الذي يحتل المركز السادس في الدوري حاليا، بينما الاتحاد الذي تجاوز الساحل النيجيري بمجموع 4 أهداف في المباراتين استعد للمباراة بشكل جيد، حيث خاض مباراة في الدوري أمام فريق الشط وفاز بها بثلاثية، ثم توجه إلى تونس وخاض معسكرا إعداديا لهذه المباراة التي ستحدد المتأهل إلى الدور 16. الاتحاد يدخل المباراة التي يقودها الحكم التوغولي كوكوناتالي متعطشا لتحقيق نتائج إيجابية والتقدم على صعيد هذه البطولة لإثبات الذات إفريقيا والاستعادة هيبته داخل أدغال القارة، فأبناء المدرب الفرنسي غارزيتو مستعدون للفوز وحسم التأهل للدور القادم من هذه المباراة. تأهل فريق الترسانة إلى الدور 16 من بطولة كأس ليبيا بتفوقه مساء اليوم على الشروق من الزنتان بهدف نظيف ضمن الدور 32 من المسابقة ليلتحق بالفرق المتأهلة للدور القادم، بينما تتواصل غدا مواجهات الجولة بإقامة 4 مباريات من أبرزها المواجهة التي ستبث عبر شاشة ليبيا الأحرار والتي سيلاقي فيها مشاهدين رفيق نظيره الخمس، وستكون هذه المباراة الثالثة للفريقين هذا الموسم بعدما تواجها ضمن المجموعة الرابعة من الدوري الممتاز كرة القدم، وفيما يلي مشاهدين مواجهات الغد للدور الحالي من البطولة. يستعد فريق الاتحاد والأهلي طرابلس للمشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة اليد في نسختها 14 والتي ستقام في صفاقس في الفترة من 15 إلى 25 من الشهر الجاري، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، وجاء الأهلي في المجموعة إلى الأولى إلى جانب جمال التونسي والغراف القطري والشرطة العراقي وعين توتا الجزائري ووجد المغربي، بينما جاء الاتحاد في المجموعة الثانية إلى جانب فرق ساقية الزيت التونسي وقطر القطري والأهلي السعودي وترجي أرزيو الجزائري وأهلي سداب العماني. رشح الاتحاد الافريقي للكيك بوكسينج اليوم الحكم الليبي احمد السني ليكون ضمن لجنه الحكام بالاتحاد في البطوله الافريقيه الاولى للعبه والتي ستقام في العاصمه الكاميرونيه ياوندي، وتم اختيار السني ضمن لجنه تحكيم البطوله التي ستنطلق في 24 من مارس الجاري نظرا لتميزه على صعيد القاره وتكريمه مؤخرا كافضل حكم عربي في البطوله العربيه التي اقيمت في الاردن. وبهذا الاختيار تكتسب ليبيا ولأول مرة منذ تاريخ تأسيس الاتحاد الليبي للعبة عضوية لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي.
تم في مدينة بنغازي الاتفاق على إنشاء وتأسيس أول ملعب ركبي في تاريخ اللعبة في ليبيا في خطة تندرج ضمن مشروع الركبي 2018 لتطوير اللعبة في البلاد. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير اللعبة الذي بدأ العمل عليه منذ 4 سنوات في بنغازي. يذكر أنه تم أيضا الاتفاق في وقت سابق على تأسيس نشاط كامل للعبة يستهدف أكثر من 10,000 طالب داخل جامعة بنغازي. كما سيغطي ركبي 2018 تكلفة جميع النشاطات على مدار مدة العقد المبرمي مع الجامعة. توج فريق المدينة للبراعم والأواسط والكبار ببطولة ليبيا لتنس الطاولة التي أقيمت بمدينة الزاوية، كما توجت مدرسة مصراتة ببطولة الناشئين. وكانت البطولة قد شهدت مشاركة 100 لاعب يمثلون 16 ناديا من مختلف المناطق والمدن الليبية. يشار إلى أن البطولة استمرت 4 أيام تحت إشراف الاتحاد الليبي للعبة وبتنظيم من ناديي الأولمبي وأساريا. يميز هذه البطولة وجود عدد كبير من الأندية، حوالي 15 نادي من مختلف ربوع ليبيا الحبيبة. واللي يميز أكثر البطولة أنه وجود لاعبين مصنفين ولاعبين منتخب ليبيا موجودين في هذه البطولة، واللي خلى البطولة لها طعم ثاني أنها هي في مدينة الزاوية باستضافة نادي أساريا ونادي الأولمبي. واليوم الحمد لله في مدينة الزاوية، نشكر أهالي الزاوية ونادي أساريا ونادي أولمبي بضيافتهم وكرامتهم للبطولة لكرة الطاولة. ونحن الحمد لله الآن أول مشاركة رسمية في بطولة كرة الطاولة 2018، ونتمنى إن شاء الله نشوف نادي الشباب في أعلى مراتب في مجالات البطولة تامش. رغم فوز ذهاب ب3 أهداف مقابل هدف واحد، يدرك ريال مدريد أن مهمته لم تنتهي بعد عندما يواجه باريس سان جيرمان بعد لحظات من الآن في العاصمة الفرنسية باريس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أندية أوروبا لكرة القدم. ويسعى العملاق الإسباني لتحقيق إنجاز غير مسبوق وهو الفوز للمرة الثالثة على التوالي بدور الأبطال، وهذه فرصته الوحيدة لنيلي كأس هذا الموسم، فهو يتخلف ب15 نقطة عن برشلونة في الدوري الإسباني كما أقصي مبكرا من كأس ملك إسبانيا، بينما يسجل باريس سان جيرمان 15 هدفا في دور المجموعات لهذه البطولة، لكنه سيفتقد لأحد أهم عناصره البرازيلي نيمار الذي خضع لعملية جراحية في القدم. نهاية أخبار الرياضة، والآن عودة إليك خديجة وكذلك محمد. شكرا لك عبد الحكيم. أسعدنا السني كحكم للبوكسينج وقبله مالك الزنات كملاكم، وأيضا كمال القرقني في بطولة. أتمنى أن يسعدنا فريق الاتحاد يوم غد. نعم، بالتوفيق لكل رياضي ليبيا محمد، وكذلك لك وأنت أيضا خديجة. شكرا لك. شكرا لكما. نظم المركز الوطني لتنمية فنون الطفل بطرابلس بالتعاون مع عدد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، الاثنين نظموا ورشة فنية لجداريات مخصصة للأطفال في المرحلة العمرية من 13 وحتى 17. المزيد في سياق التقرير التالي. افتتحت الاثنين بقلعة السرايا الحمراء بطرابلس ورشة فنية للجداريات مخصصة للأطفال في المرحلة العمرية من 13 حتى 17. يقيمها ويشرف عليها المركز الوطني لتنمية فنون الطفل بالتعاون مع عدد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني. طبعا في إطار الاهتمامات المركز بالمواهب الفنية للأطفال، اليوم إن شاء الله قرر المركز أنه هو يقوم ببادرة جديدة اللي هي تعليم الأطفال كيفية المواهب هذه، كيفية رسم على الجدران بطريقة فنية راقية جدا وحضرية. حفل الافتتاح شهد استضافة الأطفال المشاركين في جولة داخل أروقة السرايا مع شرح للمرافقين من مصلحة الآثار ومراقبة آثار طرابلس لإذكاء مخيلتهم بالصور الفنية التي ستكون مصدر إلهام لهم خلال الورشة التي تستمر لمدة 4 أيام يقوم فيها الأطفال بخلط الألوان والرسم والتلوين. أستاذ محمد سالم قال لي على هذه الورشة اللي هي فن الجديرات، وحبيت أني نشارك فيها باش نقدم مهاراتي ونبي نتقدم إن شاء الله. حبيت أني أنا نجي باش نكتشف أكثر ونتعلم أكثر، وهدفي أني أنا نكون رسامة وناجحة في المستقبل. في اليوم الختامي سيخصص للأطفال جدار داخل المتحف الأثري الصغير
كي يرسموا عليه جدارية مخصصة لاختتام أعمال الورشة الفنية من وحي ما التقطته ذاكرتهم من صور وشرح عن السرايا الحمراء ومراحلها التاريخية. جايين نرسم تعليم الرسم على الجداريات لنرسم في الرسم الكاريكاتير الساخري. يرافق الأطفال فنانون متخصصون وعدد من المصورين والأطباء لمتابعتهم صحيا خلال الورشة التي يقول منظموها إنها تهدف لنشر رسائل إيجابية مفعمة بالألوان والحياة. بهذا نكون مشاهدينا الكرام قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا، ولم يبقى لنا إلا أن نذكركم بأبرز ما جرى فيها. سقوط قتلى وجرحى جراء تجدد الاشتباكات صباح اليوم في سبها، والسراج يصدر تعليمات بدعم اللواء السادس لتأمين الجنوب. إغلاق طريق الهواري ومفترق حي الدولار في بنغازي اليوم الثلاثاء، وعودة الاتصالات بعد انقطاع دام لساعات. منظمة الهجرة تقول إن نحو 2000 من أهل تورغاء ما زالوا نازحين، والنواب يشكل لجنة لمتابعة أوضاعهم. لمزيد من التفاصيل مشاهدينا زوروا موقعنا على الإنترنت ليبيا الأحرار .tv وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على طيب وكرم المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.